طعم طعم الدراما ليش يفرق عن باقي الأشهر خاصة في رمضان؟ هذه طبعا تكونت هذه الفكرة لدى الشعب المصري أو في الدراما المصرية في فترة الستينيات. كانت هناك حاجة إلى أن يقدم المسلسل الدرامي الديني على وجه الخصوص، ولم تكن الدراما المصرية قد تفاعلت بعد مع ما هو اجتماعي في رمضان. وكانت معظم هذه المسلسلات ناجحة. انتبه رأس المال المصري إلى حقيقة أن الناس في رمضان يتخلون تماما عن كل حاجاتهم ويتواجدون داخل البيت. وهذه قراءة جميلة جدا، لأن تسوق الأفكار والقيم والمبادئ من خلال هذا الشهر. وقدمت الكثير من الأعمال الممتازة. أنا أتذكر منها بنت الحتة وهارب من الأيام لعبد الله غيث والكثير من من الدينية. هذا ما كانت يمكن أغلبها دينية. كانت لا، هذه بعد انحسار الموجة الدينية، محمد رسول الله وما إليه من المسلسلات وشجرة الدر والبلورة المسكورة مال الحاج فضله والآية فيما بعد. تحولت الفكرة إلى اجتماعية. بدأ المواطن بطل القيس القصقون ينحسر لتتكون فكرة الدراما. طيب، ونجحت فعلا هذه الفكرة للأسف الشديد. طعمها خلينا نقول بواقعنا العراقي. في واقعنا العراقي كان بالستينات في واقعنا العراقي كان النجم الساطع في رمضان هو الراحل الكبير الأستاذ خليل الرفاعي، حيث كان يقدم هو والشاطئ رضا الشاطئ مجموعة حلقات كوميدية تريح النفس العراقية مما أرضى المجتمع العراقي وجعلها جزء مهم هو من تاريخ الدراما العراقية. يعني لا أحد الآن ينسى أبو البلاوي. لا يمكن لجيلنا أو جيل اللي بعدنا أن ينسى أبو البلاوي ومشاكله، حتى أن الأخوة المصريين أخذوا هذه الفكرة وصاغوا عليها فكرة جسدها الفنان محمد رضا. طيب.